نذهب الآن إلى واشنطن، حيث يقوم وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو بأداء اليمين الدستوري خلفا لوزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون. أناس طيبون كما قال الرئيس أيزنهاور في 1953، فهو قال أن أسباب وجود الممثلون الدبلوماسيون في كل أنحاء العالم لأمريكا هو حماية مصالحنا. أنا أقول للعاملين في وزارة الخارجية الذين عملوا بشكل بارع وذكاء، أقول لهم في هذه اللحظة أعتقد أن أفضل شخص يقودكم ويقود هذه الوزارة الرائعة هو وزير خارجيتنا الجديد مايك بومبيو. الوزير بومبيو، أنا أهنئك مجددا. أنا لا أشك أبدا أنك ستجعل أمريكا فخورة بك باعتبارك أسمى مسؤول دبلوماسي في بلدنا. أنت شخص متميز وأنت شخص وصديق مقرب، ونحن فعلا فخورون بك. أنا أتحدث باسم كل شخص في هذه الغرفة، وأتحدث أيضا باسم أسرتك. جميعنا فخورون بك، وجميعنا نشكرك من أعماق قلبنا، وتهانينا لك مايك. والآن أريد أن أطلب من نائب الرئيس فينس أن يقوم بمراسم حلف اليمين للوزير مايك بومبيو. ارفع يدك اليمنى وكرر خلفي. أنا مايك بومبيو أقسم أنني سأدعم وأدافع عن الدستور الأمريكي ضد كل الأعداء سواء في الخارج أو الداخل، وأنني سأكون صادق وأنني أخذ هذا الدور بمنتهى الحرية، وأنني سأنفذ مهامي بشكل تام وكامل، وسأنفذ مهام هذه الوزارة والمنصب الجديد بمنتهى التفاني، وندعو القدير أن يعينني على ذلك. كان هذا جزءا من مراسم أداء اليمين الدستوري لوزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، وجزء أيضا من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونعود لاستكمال نشرة